الثانية عشرة ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم، والبداية اليوم مع جمانة ماهر. جمانة أرحب بك. شكراً لك نانسي، وأهلا بكم مشاهدينا. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبري الزعيمين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. كما ترأس الرئيس السيسي أوضاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث عمليات مكافحة الإرهاب. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وكان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجند المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وعقب المراسم ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. هنأ مفتي الجمهورية شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر. هذا واعتبر المفتي في بيان له أن ملحمة أكتوبر سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين المصريين وقواته المسلحة، ودعا الشعب المصري إلى استلهام روح أكتوبر في هذا الوقت الذي تمر فيه مصر بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها. يواصل معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية فتح أبوابه أمام الزائرين بمشاركة فنية من ذوي الإعاقة الذين يقدمون منتجات يدوية ومشغولات تعبر عن قدراتهم. يأتي هذا من أجل دمجهم في المجتمع والاستفادة من مواهبهم المختلفة. وللمزيد في هذا التقرير معنا جاكلين ماهر من معرض تراثنا، وذلك بعد أن نشاهد التقرير سويا. بمجرد دخولك لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية سيخطف نظرك الجزء الخاص بذوي القدرات الخاصة. جمال مندور أحد المشاركين بالمعرض يعرض لوحات يصنعها من الرخام الصناعي، ورغم مشقة تلك الصناعة إلا أنها تبعث في نفسه الحياة، كما أن مشاركته في أحد أضخم المعارض تشجعه على تطوير صناعته. بعمل أعمال تراثية كلها هاند ميد من الرخام الصناعي والخشب الطبيعي اللي بتمثل روحنا وروح البيئة والحارة المصرية.
الشغل ده بنعمله مثلا من حوالي من سنة 2000. الحمد لله جهاز تنمية المشروعات بيتيح لنا فرص كبيرة قوي من خلال المعارض العملاقة اللي بيعملها، بتفتح لنا باب التصدير. تختلف أشكال الإبداع هنا، فمشاركة مؤسسة أولادنا لذوي القدرات الخاصة هي جزء آخر يظهر فيه الإبداع عن طريق صناعة المشغولات اليدوية والرسم والإكسسوارات. فيعمل أصحاب الهمم هنا على تطوير مهاراتهم ونشر هذه الصناعات والفنون في ظل دعم الدولة لهم. المؤسسة بتعمل تغيير جدا في أولادنا فعلا، بتعمل لهم أولا بتدعمهم، بتشوف من كل طفل أو كل ولد أو بنت بإيه الحاجة اللي هم بيقدروا يعملوها، وبتحاول إن هي تطور فيها وتبرزها أكتر وتنميها عندهم، بحيث إن هم يبقوا شكل أجمل وأحلى، وده بيرفع جدا من روحهم المعنوية. خطوات تلو الأخرى تتخذها الدولة لدعم ذوي القدرات الخاصة من أجل دمجهم في المجتمع والاستفادة من مواهبهم المختلفة. وللمزيد حول فعاليات معرض تراثنا تنضم إلينا من هناك مراسلة إكسترا نيوز جاكلين ماهر. إليك جاكلين. شكرا جزيلا جمانة. بالفعل مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم ننقل لكم فعاليات اليوم الثالث لمعرض تراثنا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. هذا المعرض الذي يعد هذا العام من أكبر المعارض، يضم 500 عارض وأيضا على مساحة كبيرة تصل إلى 10,000 متر. هذا الجناح الذي أقف فيه الآن هو جناح مجموعة من الجامعات المصرية، طلاب الجامعات المصرية، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة الأزهر أيضا يشاركون في هذا المعرض لهذا العام ولأول مرة في معرض تراثنا. سنستعرض مع حضرتكم الآن هذه الصورة وهذا البث الحي لهذه المنتجات التي يقدمونها هؤلاء الطلاب من مشغولات يدوية، من حلى وإكسسوارات، من أيضا من منتجات جلدية مختلفة ومتنوعة قاموا هم بإعدادها من جامعة الإسكندرية. نبدأ معك، نتعرف بحضرتك. نهلا عبد الجابر من جامعة الإسكندرية وكلية أداب. كلمينا عن الجناح لأول مرة تشاركون في هذا المعرض. نعم، احنا أول مرة نشارك في معرض تراثنا، معنا من كلية تجارة ومعنا من كلية أداب. محبوب من كلية تجارة عامل موضوع جديد عن البرينتينج، بتاع ان هو بيبقى فيه عنده رسمة بيعمل عليها إديتور بعد كده بيطبعها على النوت بوك. عندك إناس برضو من تجارة هنا بتعمل مفروشات يدوية بتعمل عليها المشربية. بيري من كلية تجارة رابعة برضو بتعمل المصنوعات الجلدية دي كلها في الورشة بتاعتها، وأنا هنا بعمل الأكسسوري من الأحجار والمعادن وما إلى ذلك. أشكرك جدا من جامعة الإسكندرية. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى جامعة الأزهر، تشارك أيضا يشاركون طلابها في هذا المعرض، المعرض السنوي معرض تراثنا، والذي يعد كما ذكرت لحضراتكم هو المعرض الأكبر. يعني إذا تحدثنا عن المشاركة، بسؤالي لهؤلاء الطلاب قالوا أن من دعمهم هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر. من خلال رغم الصغر العمر أنتم شاركتم في هذا المعرض، حدثينا كيف تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وشاركتم في هذا المعرض هذا العام. جهاز تنمية المشروعات لما جه الأول وشاف شغلنا، إدارة الجامعة خلت كل رئيس قسم من الأقسام المختلفة ياخد البايونيرز اللي هم اللي شاطرين عنده، وبعد كده عملوا تصفيات لحد ما طلعوا أشطر ناس عشان يعرضوا عندهم منتجات وعندهم أفكار مختلفة. فإحنا من جامعات مختلفة، إحنا أنا هندسة وفي من في تربية فنية وفي اقتصاد منزلي وفي تجارة. المعروضات اللي حضراتكم بتقدموها فيها فنون، جزء فني وجزء أيضا تراثي وأيضا يعني مشغولات يدوية، حدثينا عن هذه المشغولات واستغرقتم قد إيه وانتوا بتنفذوها. تمام، مثلا أنا واحدة مهتمة بالفنون الورقية، فدي من ضمن الحاجات اللي أنا بعملها حاجات ورقية، وإن أنا بقدر يعني أستخدم فيها التراث المعماري والحاجات الشغل المعماري اللي احنا بنعمله، بقدر ان انا اجسد شخصيات مصريه فيه. في هنا حاجات عملتها 3D تكوينات، وعملت حاجات بالورق. ماشي، في شغل تاني عملته برضو بالاكسسوارات اللي هي النحاس والاحجار. ماشي، في ناس تانية هنا شاركت بلوحات فحم
لوحات فنون تشكيلية وطباعة مستمرين لغاية 6 أكتوبر. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. كانت هذه مشاهدين الكرام هذه هي الصورة لدينا من داخل هذه الأروقة، أروقة الجامعات المصرية التي شاركت في هذا المعرض. هذا المعرض يمتاز بأسعار مميزة منافسة لمختلف المنتجات، يعني مقارنة بأسعار كثيرة. تهتم الدولة بصناعة مؤخرا بصناعة الصناعة اليدوية والتراثية بالمصرية، وهذه المعارض تساهم في فتح أسواق، توفر فرص عمل، أيضا تساعد على تطوير هذه الصناعة وتجسد أيضا التراث، سواء كان هذا التراث من التاريخ المصري الإسلامي القبطي. مختلف المنتجات ستجدونها هنا داخل هذا المعرض، إقبال كثيف حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من قبل المواطنين، بدأوا يتوافدون من 10 صباحا ويستمر حتى 10 مساء، وبدأ بالفعل هذا المعرض من 2 أكتوبر ويستمر حتى 6 أكتوبر. تسعى الدولة بالاهتمام بهؤلاء الصناع ورواد الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، من خلال الدعم سواء كان ماديا أو دعم لوجستيا. يعني أيضا قام جهاز تنمية المشروعات جدير بالذكر توفير الأوتوبيسات الخاصة ووسائل النقل حتى هذا إلى هذا المعرض، سواء كان من ميدان التحرير أو ميدان الحجاز وتريمف، بشكل مجاني للمواطنين للتسهيل عليهم الوصول إلى هذا المعرض، المعرض الأكبر للتراث والحرف اليدوية والتراثية. أشكركم شكرا جزيلا، والآن الكلمة تعود إلى زملائي في الاستوديو. جاكلين ماهر مراسلة إكسترا نيوز، كنت معنا من معرض تراثنا، شكرا جزيلا لك. دي رسالة منهم، رسالة منهم هم كاتبينها بلغة الإشارة لحضرتك. احنا نتيح 50 مليون ولكن نخلي لشمال سينا القرض يعني بدون فوائد خالص. تؤمر يا فندم، تؤمر يا فندم. بنشتغل في المنتج ده لينا اكتر من 35 سنة، الحاجات دي كلها من اكل على الخشب. انتوا بعتونا وساعدتونا الف شكر ليه، واحنا عندنا حرفيين وصنايعية احسن من اي مكان في العالم، واحنا في ظهرك يا ريس. كل دي هدايا هم قاعدين بيعملوها بقالهم شهر بصراحة. يحيى مار، يحيى مصر. وقلت بكلمة واحدة الجملة هي تحيا مصر، تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. سامح هو اللي رسم لسيادتك الصورة دي. دي جميلة يا سامح. هو من الصم ودعات السماء لنهاية الحياة. ده جميل جدا. أحب جميل. ودينا عملية من 2014 وخلصت في 2015 على أمل إن شاء الله أديها لك يعني. الحمد لله على كل حال.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بخمسة وعشرين قرشا. ووفقا للبيان فإن الأسعار الجديدة تنص على خفض سعر البنزين 80 إلى 56 قرشا، وبنزين 92 بسبع جنيهات وخمسة وسبعين قرشا، وبنزين 95 بثمانية جنيهات وخمسة وسبعين قرشا. هذا بينما تم خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها ليصبح 4250 جنيها بعد أن كان 4500 جنيها. وقالت لجنة التسعير التلقائي إن القرارات تأتي التزاما بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل ربع سنوية، وأن الأسعار الجديدة تأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه. جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار وفقا للأسعار العالمية. أكد صندوق النقد الدولي أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو الماضي. وأشاد سوبرلال خبير الصندوق والمسؤول عن التعاون الاقتصادي مع مصر بقرار لجنة التسعير التلقائي الذي أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع. وخلال اجتماعه بعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، أوضح مدبولي أن هناك إصرارا شديدا على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية العام الجاري. فند رئيس مجلس النواب علي عبد العال المزاعم التي تناقلتها وسائل اعلام عالميه تشبيهه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزعيم النازي ادولف هتلر نقلا عن اكاذيب روجها تنظيم الاخوان الارهابي واذرعه الاعلاميه. يؤكد رئيس البرلمان ان تصريحاته اسيء فهمها وتم تحريفها، نافيا ثنائه على هتلر أو تشبيه الرئيس السيسي به، مؤكدا أنه لا يمكنه الإشادة بشخصية ارتكبت خطايا وجرائم بحق العالم. يسلكون كل الطرق لتحقيق مصالحهم الخاصة، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. هذا ما فعله تنظيم الإخوان الإرهابي حينما استغل أتباعه تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان، ونسبوا إليه زورا وبهتانا تشبيهه للرئيس السيسي بالزعيم الألماني أدولف هتلر في معرض حديثه عن البنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا. بضاعة الإخوان الخاسرة سرعان ما وجدت طريقها إلى الصحافة الألمانية التي وقعت في فخ التنظيم الإرهابي وتناست ما دأبت على ترديده من التزامها بالحيادية والمهنية، وتعاملت مع تلك التصريحات بدون التحقق من صحتها أو عدمه، ولم تكلف نفسها حتى عناء الرجوع لمصدر رسمي مصري للوقوف على حقيقتها ومدى دقتها. ليس تأويل حديث رئيس البرلمان هو الواقعة الأولى التي تكشف زيف وفبركة الإعلام الألماني تجاه مصر، إذ أن هناك عشرات الوقائع خلال السنوات القليلة الماضية التي تكشف بلا مؤهرب الوجه الحقيقي لهذا الإعلام المسموم الذي يطعن الدولة المصرية في خاصراتها، وكانت مجموعة دويتش فيلا هي صاحبة النصيب الأكبر من ذلك بعد أن فتحت نوافذها التلفزيونية والإلكترونية لمأجورين يهاجمون الدولة المصرية ويدعون للفوضى وزعزعة استقرارها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الماكينة الإعلامية الألمانية تبنت خطاباً منحازاً لتنظيم الإخوان الإرهابي والتيارات المتطرفة، وهو ما انعكس على استعانتها بصحفيين وكتاب من اتجاهات سياسية محددة وضيقة، وإغفال التناول المهني والموضوعي للشأن المصري والعربي بشكل عام، وتغاضي عن جرائم الإرهاب في كثير من مناطق العالم.
كما وقع في الفخ ذاته عدد من وسائل الإعلام العالمية التي تناقلت مزام تنظيم الإخوان الإرهابي وما رادده كاذبا من تصريحات تم نسبها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بدون تحري الدقة والمصداقية فيما تنقل، مما يدل على توجهها المنحاز ضد الدولة المصرية والدعم لأجندات خفية لزعزعة استقرارها. إلى أن الرد على تلك المزاعم والادعاءات لم يتأخر كثيرا، فخرج الدكتور علي عبد العال ليؤكد أن تصريحاته أسيء فهمها وتم تحريفها، نافيا ثنائه على هتلر أو تشبيه الرئيس السيسي به، مؤكدا أنه لا يمكنه الإشادة بشخصية ارتكبت خطايا وجرائم بحق العالم. كما أوضح رئيس مجلس النواب أن إشادته كان المقصود بها الشعب الألماني وبنيته التحتية التي تعتبر نموذجا فريدا في البنية التحتية على مستوى العالم، مؤكدا أن مصر تسير في هذا الإطار الخاص ببناء بنية تحتية وأساسية على مستوى عال. ردود عبد العال جاءت حازمة لا لبس فيها ولا تأويل، لتخرس أفواها اعتادت الكذب وأقلاما استهوت الخداع وصحافة تغنت يوما بالحياد وهي أبعد ما تكون عنه. أعلنت النيابة العامة إجراء التحقيق مع عدد من المتهمين الأجانب الذين ضبطوا خلال أحداث التظاهر بتاريخ 20 سبتمبر، وأضاف بيان النائب العام أنه تم توجيه اتهامات للمتهمين بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى وقيام بعضهم بتمويل عناصر الجماعة. هذا وأشار البيان إلى أنه تم إخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب على ذمة قضايا التظاهر بعد تعهد سفارات بترحيلهم. انطلقت فعاليات ماراثون أشواط المهرجان الدولي الهجن بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة 14 دولة من بينها الإمارات، السعودية، الكويت، الأردن، وتونس وفلسطين، إضافة إلى فرنسا. وأكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة لإكسترا نيوز نجاح إتمام الاستعدادات النهائية لإقامة فعاليات المهرجان، مشيرا إلى التعاون مع السعودية والإمارات لنقل خبراتهم في هذا المجال. إذن مرة أخرى أرحب بمراسلة إكسترا نيوز سارة عبد الله من شرم الشيخ للمزيد من التفاصيل. سارة أرحب بك، ماذا لديك؟ تحياتي لك مجددا نانسي، وبالطبع لي السادة المشاهدين كل التحية من داخل مضمار الهجن الفعاليات المهرجان الدولية الأول الذي تنطلق فعالياته اليوم في الساعة الرابعة في يعني هذا المهرجان. كما ذكرتي به 15 دولة مشاركة، أيضا هناك 9 محافظات مشاركة في هذا المهرجان الدولي لسباقات ورياضات الهجن. بدأت ماراثون منذ أمس لهذه الرياضة، بدأت عدة أشواط اليوم، قد انتهينا من 5 أشواط. الشوط الأخير كان لمحافظات الوادي الجديد وقنا وسوهاج وأسوان، نظرا لكثرة عدد المشاركين والذي قد قاموا ببداية الأشواط قبل بدء الفعاليات رسميا. لكن منذ الساعة الرابعة بعد قليل ستبدأ فعاليات المهرجان بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وأيضا سيكون هناك عدد كبير من وفود الدول المشاركة. سيكون هناك عرض بالدراجات البخارية والوسيلة الأكثر شهرة هنا في شرم الشيخ البيتش باجي، أيضا سيكون هناك العديد من العروض، وستبدأ أشواط أخرى وتكريم وتسليم الجوائز للفائزين. درجة الحرارة حتى هذه اللحظة 36 درجة مئوية. أقف من داخل المدينة
المضمار كما تشاهدين من خلفي الهجن هذا المضمار أو هذا المكان على مساحة 941 فدان بطولة 6 كيلومترات. هناك العديد من المشاركات والفعاليات التي ستنطلق بداية من اليوم 4 أكتوبر وتنتهي في 6 أكتوبر يوم الأحد المقبل. الشوط يعني هناك 5 أشواط كما ذكرت لك نانسي، كان هناك 4 أشواط على مسافة 1200 كيلومتر هذا لل يعني الهجن ذو السن الصغير. أيضا كان هناك الشوط الأخير ل 2 كيلو وهذا للأكبر سنا. لي أن أذكر لكم أن هذه المسابقة يجب أن تتوافق أو يجب أن تكون هناك معايير خاصة بالمعايير السنية، يجب أن يتوافق الهجن في الأعمار السنية والكفاءة ومثل تلك الأمور للكفاءة وال يعني ضمان أن يكون المسابقة تخرج بشكل جيد وبشكل متساوي في الأداء. هذه هي التفاصيل، سأكون معك على مدار اليوم وعلى مدار الأيام القادمة لنكون دائما على كل جديد بالمهرجان الدولي الأول بشرم الشيخ لسباقات رياضات الهجن للموسم الرياضي 2019-2020. سارة أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من شرم الشيخ سارة عبد الله مراسلة إكسترا نيوز في شرم، شكرا لك. أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل توفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في البلاد، وشدد الرئيس التونسي على ضرورة احترام إرادة الناخبين وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ضمانا لمصداقية العملية الانتخابية. في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية نجحت في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف العملية الانتخابية التي تجرى بالبلاد في الفترة الحالية. وأوضحت الوزارة أن القوات الأمنية المختصة في جرائم الإرهاب ألقت القبض على عنصر إرهابي مطلوب لدى السلطات بعد نصب كمين له في محافظة المهدية، مشيرة إلى أنه كان يستعد في هذه الفترة إلى تنفيذ عملية إرهابية بمساعدة خلية إرهابية. ولم تفصح الوزارة عن هوية هذا العنصر، لكنها أكدت أنها تواصل أو أنه تواصل مع العديد من العناصر الإرهابية بالخارج وبايع التنظيم الإرهابي داعش. أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس على ضرورة تمكين المرشح نبيل القروي من القيام بحملته للانتخابات الرئاسية، وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي، داعية إلى إجراء حملة انتخابية شفافة وخالية من المعلومات المغلوطة. يتوجه الإماراتيون غدا السبت للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع الرئيسي للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي في دورته 4. تجرى عملية التصويت في 39 مركزا انتخابيا، ومن المقرر إعلان النتائج الأولية فور انتهاء عملية التصويت. هذا ويخوض الانتخابات 479 مرشحا ومرشحة لاختيار 40 عضوا بالمجلس الاتحادي. دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات، وطالب مجلس النواب والقوى السياسية بمنحه صلاحية إجراء تعديل حكومي بعيدا عن المحاصصة السياسية، مؤكدا أن العراق بات أمام خياري الدولة ولا دولة. يجب علينا اليوم أولا
إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات، ويجب احترام سلطة القانون التي بموجبها يعيش الجميع بأمان واستقرار. أود أن أبين لكم أن الإجراءات الأمنية التي نتخذها بما في ذلك حظر التجوال مؤقتاً هي خيارات صعبة، ولكنها كالدواء المر لا غنى عنها، لأن أمنكم لا يمكن تضييعه أو المجازفة فيه. إن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر بالأرواح، وهي عزيزة وغالية علينا، وإننا نضع ضوابط صارمة لعدم استخدام العنف المفرط، ونتقيد بالمعايير الدولية، ولقد شكلنا لجانا تفتيشية وتحقيقية لضمان التقيد بالإجراءات القانونية، وقد اتفقنا مع مجلس القضاء لإطلاق سراح المحتجزين ممن لم يرتكب جريمة جنائية، كما أن الدولة جادة في اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بالقوانين السارية. أكد عبد المهدي حق العراقيين في المطالبة بمكافحة الفساد الذي انتشر في مؤسسات الدولة منذ عام 2003، مشيرا إلى إحالة 1000 موظف حكومي منهم بالفساد إلى المحاكمة. من حق شبابنا أن يغضبوا حين يسمعون ويشاهدون استشراء البحث عن المغانم وبيع المناصب. مطلوب منا جهود أكبر للضرب على أيدي المفسدين والفساد، ورغم وجود خطوات في هذا الاتجاه لكنها لا تلبي طموحات شعبنا أو طموحاتنا. وقد قررنا قبل أيام وبإجراء قانوني تنحية 1000 موظف حكومي قدموا للمحاكمة متهمين بالفساد وإهدار المال العام، ومنعهم من تولي أي وظيفة حكومية مستقبلا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وشدد لافروف على ضرورة ألا تتحول سوريا إلى منصة لتسوية الحسابات، داعيا إلى التركيز على إعادة السلام للأراضي السورية. ماكماستر это подтверждают и другие люди, которые маломальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось. على الجانب الآخر، دعا رئيس حزب الشعب الجمهورية التركي كمال كليشدار أوغلو إلى التنسيق مع سوريا لتوحيد جهود القضاء على التنظيمات الإرهابية لا سيما في محافظة إدلب. وأضاف خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب أنه لا حل للأزمة في سوريا إلا عبر الوسائل السياسية، مشيرا إلى أن حزبه مستمر في فضح سياسات نظام أردوغان. كشف مركز أبحاث ألماني عن زيف ما تدعي حكومة أردوغان حول أعداد اللاجئين السوريين في بلاده، مشككة في صحة إعلان تركيا عن وجود 3,600,000 لاجئ سوري على أراضيها. وقال التقرير أن نظام أردوغان يحاول الضغط على أوروبا من خلال تضخيم أعداد اللاجئين لتعويضهم ماديا. المزيد في هذا التقرير. لم يكتفي أردوغان ونظامه بالمتاجرة بالقضية السورية وأزمات اللاجئين السوريين ليستخدم ذلك كأداة في ابتزاز أوروبا لتحقيق مكاسب سياسية على حساب السوريين. مركز أبحاث ديزم الألمانية كشف زيف ما تدعيه حكومة أردوغان حول أعداد اللاجئين السوريين في بلاده، مشككة في صحة إعلان تركيا
عن وجود 3,600,000 لاجئ سوريا على أراضيها، مشيرة إلى أن العدد أقل من ذلك بكثير، موضحة أن أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وتقديرات علمية أخرى قالت إن عدد اللاجئين لا يتجاوز 2,700,000 سوريا. وأكد معد دراسة أن طريقة رفع البيانات بشأن اللاجئين تعتريها مواطن ضعف كبيرة، حيث لم يكن هناك على سبيل المثال نظام متسق لضبط طريقة تسجيل اللاجئين وإعادة تسجيلهم في أماكن أخرى، مما يعني أنه لم يتم حذف الذين عادوا إلى سوريا أو استمروا في طريقهم إلى أوروبا. وأشار التقرير إلى المعاملة السيئة التي يتلقاها اللاجئون السوريون في تركيا، ولا سيما أنهم يواجهون خطر الترحيل القسري، وهو ما قوبل بتظاهرات كبيرة من قبلهم في اسطنبول وأنقرة. التقرير الألماني لفت أيضا إلى أن نظام أردوغان يضخم أعداد اللاجئين السوريين من أجل الاستفادة من اتفاقية وقعت مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2016 بشأن توفير مساعدات بالمليارات لتركيا مقابل استضافتها اللاجئين السوريين في وقت يهدد أردوغان بفتح حدوده مع أوروبا إذا لم يستجب الاتحاد الأوروبي لطلبه بتقديم مساعدة مالية لتركيا. يمنيا، أدانت وزارة الخارجية قيام قوة الحوثي بطرد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسحب تصريح سفره وإرغامه على مغادرة صنعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إن مثل هذه الممارسات توضح للعالم بجلاء الدور الذي تقوم به قوة الحوثي لإضعاف عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة. قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن بلاده ترحب بالتهدئة التي تم إعلانها في اليمن. وفي سلسلة تغريدات له، حذر خالد بن سلمان من أن النظام الإيراني يحاول استخدام قضية اليمن لمصالحه، حيث يلقون بتهمة استهداف منشآت أرامكو على اليمنيين من جهة، ويتحدثون عن أنهم من يسعون للتهدئة في اليمن من جهة أخرى، داعيا جميع اليمنيين للوقوف صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة حسم مستقبل مدينة القدس المحتلة من طرف واحد. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال تقوم بحملة من الإجراءات المدروسة لتغيير الأوضاع في القدس ضمن استراتيجية يجرى تنفيذها بشكل يومي بدعم أمريكي. قبرص إن الإجراء التركي بإرسال سفن حفر إلى منطقة تابعة لنيقوسيا لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط يعد تصعيدا حادا وانتهاكا للسيادة القبرصية والقانون الدولية، مشددة على أنها لن تردخر تهديدات أنقرة. وفي بيان شديد اللهجة اتهمت الرئاسة القبرصية تركيا بتكتيكات البلطغة لعصر مضى منذ فترة طويلة، ودعت تركيا إلى سحب سفنها من المنطقة، وأوضحت أن هذا الابتزاز الجديد هو نموذج لتحدي تركيا النداءات المتكررة للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف أنشطتها غير القانونية. والمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، يعني طبعا بك أهلا بك في رفقتنا. في رأيك إلى متى ستواصل تركيا انتهاكها للسيادة القبرصية؟ في اعتقادي تركيا قد تواصل هذا النهج المتصاعد والموتر للأزمة في شرق البحر المتوسط إن لم يكن هناك رد قوي من المجتمع الدولي. حتى الآن اكتفى الاتحاد الأوروبي بإصدار أكثر من بيان، نعم كان بيانا قويا ومتضامنا مع
قبرص بشكل كبير للغاية، وأيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أصدرت بيان تساند فيه قبرص وتدعو تركيا لعدم تكرار مثل هذا السلوك. لكن الاتحاد الأوروبي كان هدد في فترة ما بفرض عقوبات اقتصادية ومالية على تركيا، لكن هذه العقوبات لم تطبق بعد. بمعنى الاتحاد الأوروبي قال في وقت من الأوقات أنه قد لا يمنح تركيا مزيد من القروض المالية، وهي تسهيلات كبيرة تساعد الاستثمارات في تركيا. هذا الأمر لم يتوقف ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة حقيقية في هذا الشأن. إذن برأيك لماذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي حتى الآن يعني هذه لم يتخذ هذه التهديدات أو لم يقم بهذه التهديدات أو لم يحققها حتى الآن؟ ربما لأن الاتحاد الأوروبي أراد أن يعطي تركيا فترة من الوقت حتى تتراجع عن هذا السلوك. بالفعل هيئة الطيران الأوروبي قالت أنها سوف تفرض عقوبات وتمنع بعض الطائرات وبعض الخطوط التي تعمل بشكل مباشر بين العواصم الأوروبية وتركيا في هذا الأمر، وهذا سوف يضر بقطاع السياحة التركي بشكل كبير للغاية. بعض الدول الأوروبية رأت أنها تعطي تركيا بعض الوقت حتى تعود وتستقيم وتعمل في إطار القانون الدولي والشرعية الدولية، لكن أنا في اعتقادي حتى لو تم تنفيذ جزء من هذه العقوبات تركيا لن تتراجع، لأن هذا يأتي في إطار خطة للتوسع وفرض النفوذ بالقوة في المنطقة. إذن دكتور أيمن، يعني ماذا لو استمرت أنقرة بالتنقيب يعني ضاربة بكل هذه التنديدات والتهديدات عرض الحائط؟ أولا أمام قبرص العديد من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها في الفترة القادمة. أولا لا يمكن لتركيا أن تفكر في دخول الاتحاد الأوروبي ما دام الخلاف بينها وبين قبرص قائما، لأن من ضمن شروط دخول تركيا للاتحاد الأوروبي ضرورة موافقة كل دول الاتحاد الأوروبي، ولا تقوم أي دولة باستخدام الفيتو. وفي هذا وهذه مشكلة كبيرة جدا لتركيا، هذه واحدة. الأمر الآخر السلوك التركي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وبالتالي يمكن لقبرص وهي عضو في الأمم المتحدة أن تذهب إلى مجلس الأمن وتطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر، وربما قد يصدر يعني قرار ضد تركيا في هذا الشأن. النقطة الثالثة والمهمة أنا في اعتقادي هي المصالح الاقتصادية. المنطقة التي أرسلت إليها تركيا السفينة صباح التي سوف تذهب إلى جنوب ليماسول بمسافة 90 كيلومتر يوم 7 أكتوبر الحالي، هذه المنطقة حق امتياز بالفعل لشركات فرنسية وأمريكية منحتها لها الحكومة القبرصية، وبالتالي هذا التعارض الاقتصادي والتجاري ما بين المصالح التركية ومصالح هذه الدول الكبرى أنا في اعتقادي سوف يحرك هذه الدول ضد تركيا بشكل كبير للغاية. نعم، يعني دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في ظل تراجع شعبيته يعتزم رجب طيب أردوغان تعديل الدستور التركي للمرة الثانية خلال 3 سنوات، وذلك لتسهيل انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر تعديل شرط 50% زائد 1 اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية ليكون 40% فقط. المزيد في سياق هذا التقرير. للمرة الثانية خلال 3 سنوات يلجأ أردوغان لتعديل الدستور التركي من أجل إحكام قبضته على الحكم، بينما تسببت سياساته الدكتاتورية في إفقار تركيا وتدهور اقتصادها وإدخالها في أزمات داخلية وخارجية لا حصر لها. فبعد أن عدل الدستور في 2017 عقب محاولة الانقلاب المزعومة على حكمه في 2016، ثار الجدل من جديد داخل تركيا حول توجه أردوغان إلى تعديل الدستور لتعديل شرط الحصول على تأييد نصف الشعب للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة. فخلال 2017 انتقل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، ومنح أردوغان نفسه صلاحيات واسعة منها تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين والتدخل في عمل القضاء وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وإلغاء منصب رئيس الوزراء. أما التعديلات المزمع إدخالها خلال الفترة المقبلة على الدستور التركي الذي أقر عام 1982، فهي تشمل تعديل شرط 50% زائد 1 اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية ليكون 40% فقط حتى تنتهي الانتخابات من جولة واحدة
بحسب ما روج له حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. ولم يخف أردوغان مساعيه لتعديل الدستور، حيث أكد في تصريحات صحفية عقب مشاركته في حفل افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان أن هناك مساعي لإعداد مسودة لتعديل الدستور المتعلق بهذا الشرط وتقديمه للبرلمان. وأرجع سياسيون مسعى أردوغان لتعديل الدستور لاقتناعه بأنه لن يحصل على دعم نصف الشعب التركي بعد اليوم في أي انتخابات مقبلة بسبب سياساته الدكتاتورية التي تسببت في تدهور الاقتصاد التركي وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن إدخال البلاد في أزمات سياسية بسبب تدخلات أردوغان في شؤون الدول المجاورة سعيا وراء حلمه بإعادة الخلافة العثمانية لمنطقة الشرق الأوسط من جديد. وعزز هذا الاتجاه ما استخلصه مركز دراسات تركي في دراسة حديثة له بأن تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حزب الحركة القومية لن يتمكن من تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة، إذ جرت انتخابات في الوقت الحالي بسبب تراجع شعبية نظام أردوغان. انتقدت ناشطات في مجال حقوق الإنسان ممارسات نظام أردوغان بعدما كشفت إحصاءات عن مقتل 53 امرأة بسبب العنف ضد المرأة. وجاء في تقرير لمنظمة وقفوا قتل النساء تفاصيل صادمة تظهر تصاعد العنف وقتل النساء في تركيا، حيث ذكرت المنظمة أن 354 امرأة قتلنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقارنة ب 329 في الفترة نفسها من عام 2018. قطعت قناة البرلمان التركي البث المباشر عن كلمة زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أثناء فضحه فساد حكومة أردوغان في إشارة جديدة على قمع الحريات واستهداف الأحزاب. سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا تحاصر الأزمات أردوغان من كل حدب وصوب بسبب سياساته ونظامه الدكتاتوري، وكان أكثرها إيلاما على الشعب التركي ملف الحريات. فلم يكتفي أردوغان على مدار أكثر من ثلاثة أعوام من الانتهاكات التي ارتكبها تحت دعوى معاقبة المتورطين في محاولة الانقلاب المزعومة عليه في 2016، بل وصلت لتكميم الأفواه ورفض أي صوت معارض في تركيا. وفي دليل آخر على ذلك، قطعت قناة البرلمان التركي البث الحي عن كلمة زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو خلال اجتماع تكتل نواب حزبه في البرلمان الذي انتقد فيه سياسات أردوغان، وخاصة قضية تعويضات ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له اسطنبول مؤخراً، وتدهور الاقتصاد التركي الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والتضخم في البلاد. انتهاكات أردوغان لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن نظامه حجب حساب نائبة رئيس نقابة المحامين في اسطنبول الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة نظان مور أوغلو على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد نشرها تغريدة تنتقد فيها الإصلاحات القضائية الأخيرة، ولاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع. في دليل آخر على أن حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان لم يعد يحتمل أي أصوات معارضة حتى وإن كانت صائبة. الواحدة ظهرا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع. وخلال اجتماعه بعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، أوضح مدبولي أن هناك إصرارا شديد على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية العام الجاري.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف ما يزيد عن 50% من إجمالي المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر والمحولة على منافذ صرف صندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد. ونوهت الوزارة إلى بدء عملية صرف المعاشات ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر، وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومكاتب البريد وكذلك البنوك بمناسبة أعياد أكتوبر. قالت قبرص إن الإجراء التركي بإرسال سفن حفر إلى منطقة تابعة لنيقوسيا لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط يعد تصعيدا حادا وانتهاكا للسيادة القبرصية والقانون الدولي، مشددة على أنها لن ترضخ لتهديدات أنقرة. وفي بيان شديد اللهجة اتهمت الرئاسة القبرصية تركيا بتكتيكات البلطجة لعصر مضى منذ فترة طويلة، ودعت تركيا إلى سحب سفنها من المنطقة، وأوضحت أن هذا الابتزاز الجديد هو نموذج لتحدي تركيا النداءات المتكررة للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف أنشطتها غير القانونية. ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الصورة التي خرجت عليها بطولة العالم لألعاب القوة في قطر تثير الشكوك حول قدرتها على استضافة كأس العالم لكرة 2022. وأوضحت الوكالة أن الزوار الأجانب الذين حضروا البطولة انتقدوا مدرجات المتفرجين الشاغرة في استاد خليفة مكيف الهواء فضلا عن العثرات والأخطاء في التشغيل والتنظيم، إضافة إلى قلة المنافذ المخصصة لتقديم خدمات بيع المياه والمشروبات. أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية نجحت في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف العملية الانتخابية التي تجرى بالبلاد في الفترة الحالية. وأوضحت الوزارة أن القوات الأمنية المختصة في جرائم الإرهاب ألقت القبض على عنصر إرهابي مطلوب لدى السلطات بعد نصب كمين له في محافظة المهدية، مشيرة إلى أنه كان يستعد في هذه الفترة إلى تنفيذ عملية إرهابية بمساعدة خلية إرهابية. ولم تفصح الوزارة عن هوية هذا العنصر، لكنها أكدت أنها تواصل مع العديد من العناصر الإرهابية بالخارج وبايع التنظيم الإرهابي داعش. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. فيها من عناوين: الرئيس السيسي يبحث مكافحة الإرهاب خلال ترأسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الداخلية التونسية تعلن إحباط مخطط إرهابي يستهدف عملية الانتخابات الرئاسية. الرئاسة القبرصية تتهم تركيا بالبلطجة وتؤكد أن محاولتها التنقيب عن الغاز انتهاك للقانون الدولي. ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. جهود مكثفة بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع، ففي بداية الأسبوع وفور عودته من نيويورك أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ولا يمكن خداعه. ونعى الرئيس السيسي الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداء للوطن، وأكد أن معركة مصر مع سرطان الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال وجه الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال خاصة قطاع الغزل والنسيج لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها.
واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان، وذلك في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، حيث وجه بالانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع آخر عقده مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه. وخلال الأسبوع كتب الرئيس السيسي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها، مؤكدا أنه يتابع بنفسه هذه الإجراءات وأن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء. وفي اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد الرئيس السيسي أهمية الجامعات التكنولوجية بالنظر إلى الاحتياج الضروري ومن خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وفقا لمتطلبات سوق العمل. وتابع الرئيس السيسي الخطوات التنفيذية الجارية في محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي، حيث وجه خلال اجتماع بوزيرة الصحة بتطبيق المنظومة على نحو دقيق. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة، وجه الرئيس السيسي باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل حسم وقوة، وأن الشعب المصري يعي تماما حجم التحديات التي يواجهها الوطن. وافتتح الرئيس السيسي معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، موجها بدراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام، مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم. وفي نهاية الأسبوع وضع الرئيس السيسي أكاليل الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الزعيمين جمال عبد الناصر وأنور السادات، واجتمع كذلك بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.